بسم الله الرحمن الرحيم. خواطر حوالين العبادات، نعيش مع الذكر، مع ذكر الله سبحانه وتعالى. من المرة اللي فاتت وبدأنا نسجل خواطرنا ونقولها، نكتبها ونقولها لكم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والحقيقة ناس اتصلت بيا قالت لي أيوة أنت حببتنا في الذكر قوي، بس نذكر نقول إيه، وإيه معنى الذكر اللي إحنا بنقوله؟ نذكر نقول إيه؟ عايزين نذكر نقول لا إله إلا الله. اشمعنى لا إله إلا الله؟ لأن النبي هو اللي قال لنا كده، قال لنا خير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله. تيجي نقول كل يوم 500 مرة لا إله إلا الله. عارف 500 مرة قد إيه؟ 12 دقيقة، ربع ساعة. 500 مرة ربع ساعة بس. يعني إيه لا إله إلا الله؟ أيوة كلنا عارفين لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، بس في كمان معنى جميل. تخيل كده وانت بتذكر وتبقى حاسس المعنى ده. معنى ايه في اللغة؟ لا إله نفي، صح؟ نفي. إلا الله إثبات، صح كده؟ لا إله معناها ايه؟ لو مفيش إله يبقى ايه؟ مفيش كون. طب وإلا الله؟ لا وجود إلا بالله، لا وجود ليا ولا ليكو إلا بالله. الكون بغير الله صفر، عدم. بدون الله كله عدم، كله صفر. عشان كده أم قايل ربنا كل من عليها فان، مش سيفنى، هو أصلا عدم. ما قالش كل شيء سيهلك إلا وجهه، قال لك كل شيء هالك إلا وجهه. عرفت يعني لا إله إلا الله؟ طيب دي لا إله إلا الله، عايزين ذكري كمان نذكر بيه ربنا. أستغفر الله، أستغفر الله. عارف يعني أستغفر الله؟ أنت بتستغفر كأنك بتعمل إسكان لحياتك، بتعمل جرد لحياتك، أين الخلل؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. يا ترى فلوسي فيها حاجة؟ لا الحمد لله فلوسي زي الفل، حلال. استغفر الله، استغفر الله. يا ترى في معصية كبيرة في حياتي؟ لا 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 الحمد لله ما فيش ذنوب كبيرة. استغفر الله، استغفر الله. يا ترى علاقتي بأبويا وأمي؟ لا والله أنا مقصر في حق أمي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر. فتاخد قرار أنك هتصلح بعد ما تخلص. إيه ده؟ يبقى استغفر الله بتصلح الحياة. طب إيه كمان؟ سبحان الله. سبحان الله دي كلمة ربنا أمرنا نقولها له تقديسا له، كأنك بتستعرض أسماء الحسنى. سبحان الله عظيم، سبحان الله كريم، سبحان الله رحيم. كأنك وانت بتقول سبحان الله شايف أسماء الله الحسنى بتعدي قدامك. طب ده ذكر كمان. يبقى احنا قلنا كده لا إله إلا الله. على فكرة ما خلصناش النص ساعة. لا إله إلا الله 500، واستغفر الله 500، لسه فاضل لك 5 دقايق هتقول سبحان الله. يقول النبي أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة فتكتب له، يسبح 100 تسبيحة والحسنة بعشر أمثالها. آخر حاجة وصيك بيها الحمد لله. الحمد لله دي يا جماعة بتظبط المزاج. يعني إيه بتظبط المزاج؟ طبعا لأنك بتفكرك بالنعم، فبدل ما أنت عايش في اكتئاب وشايف كل حاجة وحشة، تشوف كل حاجة حلوة، شوف النص المليان من الحياة. الحمد لله، الحمد لله. وتعمل اسكان، بس اسكان المرة دي لإيه؟ ولادي. الحمد لله رزقي، الحمد لله صحتي، الحمد لله أبويا وأمي، الحمد لله إنه خلقني، الحمد لله إنه هو ربنا، الحمد لله إن أنا بسبحه. لو عملت كده، لو عملت كده كل يوم نص ساعة، والله هتكون إنسان جديد. أنت مش أنت، أنت حلويت قوي وقلبك حلو قوي وانت فرحان بنفسك قوي، وهتبقى خايف تعصي ربنا يحسن ياخد منك الذكر، فتبص تلاقي نفسك بقيت أجمل وأجمل. يا رب الكلام ده يكون نقلة لكل واحد فينا يذكر ربنا لغاية ما يموت كل يوم نص ساعة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.